بسم الله. فيتامين بي 12 وكوبالامين يعتبر اهم وورر سوليبل فيتامين على الاطلاق. عايزين نقول الاستراكشر بتاعه وموجود فين، وبعدين الثلاث اسئله المهمين: بيمتص ازاي، ولما يمتص ويدخل الجسم هيعمل ايه جوه، ولما ينقص جوه الجسم هيحصل ايه، اللي هي الابسوربشن فانكشن والديفيشنسي. فخلينا نبدا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. كيمستري اوف كوبالامين. المفروض الكوبالامين هو عباره عن رينج كبيره ماسكه في رينج اصغر منها شويه. فالرينج الكبيره دي عباره عن ايه؟ عباره عن بيرول 1 و2 و3 و4 تترا بيرول رينج، كل واحده فيهم ماسكه في الثانيه باي ميثيلين بريدج، واتنين دايركتلي لينك تو اتش اذر. وده الفرق الجوهري بين الرينج دي والرينج اللي كنا خدناه واحنا بنذاكر الهيموجلوبين زمان، ان كان هناك في 4 بيرول رينج بس كان في كمان 4 ميثيلين بريدج، فكنا بنسميها بيرفورين رينج. لكن هنا انا عندي 3 ميثيلين بريدج واربعه بيرول رينج، وان في 2 بيرول رينج لينك توجذر دايركتلي، فدي بنسميها كورين رينج. بعد كده الكورين رينج بيتوسطها في الوسط كوبالت، والكوبالت ده سداسي التكافؤ، فهيمسك في البيرول 1 2 3 4، وخمسة تمسك في رينج تانية اسمها 5 6 داي ميثايل بنزيميدازول. طبعا دي بتبقى تحتها، احنا رسمنا جنبها كده بس عشان الاستراكتور، لكن هو حقيقة 3 دي المولوكيول، تحت بتبقى البنزيميدازول وفوق بتكون الار جروب، سواء بقى كانت او اتش فيسميها هيدروكسي كوبالامين، تكون ميثيل فيسميه ميثيل كوبالامين، تكون سيانيد فيسميه سيانو كوبالامين، او دي اوكسي ادينوسايل كوبالامين، على حسب الار جروب اللي موجوده فيه. ايا كانت هي مين، لكن يهمني قوي ان السيانو كوبالامين ذا ستيبل فورم هو ده اللي بنحضره في الكوميرشال اللي كاتبه عندك في الكتاب، اللي هي المستحضرات الاقتصاديه اللي هي البيتولفيت والنيوروفيت، كل الادويه اللي مشغلينها عليها في الصيدليات كلها سيانو كوبالامين. ليه؟ لان ذا ستيبل فورم. يبقى اذا اقول ان الكوبالامين كورن رينج كبيره وفي الوسط فيه كوبال، لا كورن رينج على بعضها كده، وتحتيها في بنزيميدازول وفوقيها في ار جروب، سواء بقى كانت او اتش او ميثيل او سيانيد كوبالامين او سيانيد او ايا كان. الكيمستري اوف فيتامين بي 12 مليان ام سي كيوهات. السلايد دي كده تاخديها سكرين شوت وتحطيها على التليفون تراجعيها كل شويه. بعدين كوبالامين سورسز بتاعه، لو تاخد بالك كل فيتامين كنا بنعدي عليه كان بيقول لي انيمال سورس اوف انيمال سورس اند بلانت سورس، انيمال سورس اند بلانت سورس، كوبالامين الوحيد اوف انيمال سورسز اونلي. لم يخلق الله اي نبات يحتوي على فيتامين بي 12. ليه؟ انا ما اعرفش، بس هو ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش ولا نبات، وده معناه ان لو في انسان بيعتمد في غذائه على النباتات فقط اللي احنا سميناها قبل كده الفيجيتيريان الانسان النباتي، هيبقى عنده عرضه ان هو يبقى افكتد باي فيتامين بي 12 ديفيشنسي. ابزوربت ازاي الفيتامين بي 12؟ قصه مهمه يجوز تيجي في الريتن، احتمال وارد يعني. خلينا نحفظها ستيب ستيب كده مع بعضين. هم اربع محطات. ستيب 1 جوه الماوث، بيدخل فيه الكوبالامين ماسك في بروتين مع الطعام عادي، دايب جوه بروتين كده، الاثنين لازقين في بعض. في الماوث بيكون فيه سليفري جلاند، والسليفري جلاندز دي بتطلع ميوكس، ومن ضمن الحاجات اللي بتطلعها بتطلع حاجه اسمها كوبالوفيلين. الكوبالوفيلين ده زي ما احنا شايفين بيمشي لوحده، سايب البروتين والكوبالامين، دول نازلين في حته ودول نازل في حته، وبس اتفرز في الصلايفه ونزل عادي، اتبلع عادي مفيش مشاكل. المرحله اللي بعدها، المحطه اللي بعدها، يدخل الاستومك. في الاستومك مفروض انه بتطلع بيبسين اللي هو الانزيم المسؤول عن ديجيشن اوف بروتينز، فيدوب البروتين اللي هو موجود جنب الكوبالامين. بس كمان في حاجه اسمها بارايتال سيلز، والبارايتال سيلز دي قالوا لكم انها بتطلع انترنسيك فاكتور. الانترنسيك فاكتور ده يبقى سكريتد. خلي بالك احنا دلوقتي اتكلمنا على المحطه الاولانيه اتفرز فيها الكوبالوفيلين ونزل لوحده، المحطه الثانيه اتفرز فيها الانترنسيك فاكتور وبرضه هينزل لوحده. امال هيحصل ايه؟ هيحصل ان البيبسين يدوب البروتين والكوبالامين يمسك في الكوبالوفيلين والانترنسيك فاكتور ينزل لوحده. يبقى تخلي بالك بقى، او تخلي بالك برضه ان انت عندك حاجه تفرز وتنزل للمحطه اللي بعدها تبقى تاتش تحت، المحطه اللي بعدها في الديودينم. في الديودينم المفروض انه منفذ على البنكرياس، والبنكرياس بيطلع عصارات هضام من ضمنها تريبسين. التريبسين لما يشوف الكوبالوبيلين يهضمه، ويتفضل الانترنسيك فاكتور مع الكوبالامين يمسكوا مع بعض ويروحوا هما الاثنين لحد الايليوم. وفي التيرمينال ايليوم، والتيرمينال ايليوم تحديدا وده المكان الوحيد بيكون فيه ريسبتور، الريسبتور ده مسؤول عن انه يتعرف على الكوبالامين مع الانترنسيك فاكتور. يبقى اذا الكوبالامين مع الانترنسيك فاكتور هما الاثنين يتعرف عليهم هذا الريسبتور في الايليوم، وياخدهم باي ريسبتور ميديتد انتوسيتوسيس، الاثنين يدخلوا وبعد كده يسيب الكوبالامين الانترنسيك فاكتور ويتحولوا على الترانس كوبالامين بهذا الشكل، ويبقى ستورد في الليفر ويقعد له فتره طويله ستورد في الليفر. تلاحظ بقى حاجه، لو البني ادم ده عنده مشكله في البارايتال سيلز مثلا اتكسرت باي انتي بودي، او عنده مشكله في الاستومك مش بتطلع بيبسين ومش بتطلع اتش سي ال، او عنده مشكله في الديودينم مش بيطلع تريبس، او عنده مشكله في الايليوم دامجد، واحد مثلا اتعمل له عمليه وشلنا له الايليوم كله، او عنده انفلاميشن في الوول بتاع الايليوم،
كل ده يؤدي الى ديفيشنسي اوف فيتامين بي 12. بس مبدئيا كده فهمنا الابزوربشن اوف كوبالامين. خلينا نقول وظيفته ايه الفيتامين بي 12. تعرف الكوبالامين مع الانترنسيك فاكتور على الريسبتور اللي موجود هنا، ودخلوا هما الاثنين توجذر جوه الايليوم، جوه السيلز بتاعت الايليوم بتاع الانتستين اللي مبطنه الايليوم. وبعد كده الكوبالامين اتعرف على انزيم، على بروتين تاني اسمه ترانس كوبالامين 2، خده وراح بيه في الليفر واتخزن بقى في الليفر، بيتخزن لفترات طويله قد تصل الى سنه او سنتين تقريبا. الاستورج اللي موجود في جسمنا يكفينا سنه مثلا، اقل حاجه او سنتين ممكن. وبالتالي لو واحد حصل له باثولوجي دلوقتي فيبدا يظهر عليه سيمتومز او ديفيشنسي اوف فيتامين بي 12 بعد سنه او بعد سنتين. معذره بس افتر ريكورد. تاني كورين رينج زائد بنزيميدازول زائد ار جروب، ده الكيمستري بتاعه. موجود فين؟ موجود في الانيمالز بس. الانسان النباتي عرضه يجيله ديفيشنسي اوف فيتامين بي 12، بيمتص ازاي؟ بيمتص على 4 محطات، كل محطه فيهم بيفرز فيها حاجه وتاتاتش للكوبالامين في المحطه اللي بعدها. فرز فوق الكارديو الكوبالوبيلين وده مسك فيه تحت، وبعد كده فرز تحت الانترنسيك فاكتور وده مسك فيه تحت، وبعد كده الانترنسيك فاكتور دخل جوه وسابه ومسك في ترانس كوبالامين 2. وظيفته ايه بقى فيتامين بي 12؟ قبل ماشي، 1 ل 2 مايكرو جرام بير داي دي ريكومندد ديتري الاونس. وظيفته ايه بقى فيتامين بي 12؟ ري ميثيليشن اوف هوموسيستاين تو ميثيونين. كان في صوره كده المفروض انه كان فيها اساسا التترا هيدروفوليت ماسك في ميثيل، وقلنا ان هو بيدي الميثايل جروب دي الى حاجه عشان يحول حاجه لحاجه. قلنا مره ان هو بيديها للجلايسين يتحول لسيرين، وقلنا مره ان هو بيديها لليوراسيل، صح؟ انا بقول دلوقتي ان هو بيدي الميثايل ده للكوبالامين، فيتحول الفيتامين بي 12 اللي هو الكوبالامين انتو ميثايل كوبالامين، وبعدين الميثايل كوبالامين يديها للهوموسيستين يوم يتحول لميثيونين. تقوم انتوا تفتكروا بقى معايا لما كنت بشرح الفوليك اسيد سورسز ام الفيتس، قلت فيها انه ممكن يستخدمها الوان كربون دي علشان يحول الهوموسيستين انتو ميثيونين. يبقى هنا فعلا الفوليك اسيد بيستخدم وان كربون في انه يحول الهوموسيستين انتو ميثيونين، ولكن عن طريق فيتامين بي 12 في الوسط. هنا فيتامين بي 12 عمل ايه؟ اخد الميثايل جروب من على الفوليك اسيد وحطها على الهوموسيستين فتحول لميثيونين. واللي عايز يتاكد هيراجع الاستراكشر بتاعه، ما يهمنيش. اللي يهمني بعد كده ان الميثيونين ده اتحط عليه ادينوسين مونوفوسفيت فتحول الى اس ادينوسايل ميثيونين. اس ادينوسايل ميثيونين دي كانت عدت علينا لما كنا بنذاكر النيوكليوتايد، كان بيقول لي عليها ان هو ميثايل دونر مهم جدا جدا، وكان يحط الميثيل جروب ديت على اي برودكت يتحول الى ميثيليتد برودكت. زي مثلا كان في حاجات كده مهمه في الفوسفوليبيد زي مثلا السيفالين والمش عارفه والكارديوليبين وحاجات كده كنا بيستخدمها الجسم في تصنيع المايلين شيث. فيقول ان الاس ادينوسايل ميثيونين از ميثيل دونر، يدي الميثيل جروب لاي حاجه بعد ما كان ميثيونين، بعد ما كان اس ادينوسايل ميثيونين هيتحول لاس ادينوسايل هوموسيستين. هو اساسا الميثيونين ده قبل ما يبقى ميثيونين كان ايه؟ كان هوموسيستين وبعدين اتحط عليه ميثيل. اذا لما يسيب الميثيل وتتاخد منه تاني هيرجع تاني هوموسيستين، يتحول الاس ادينوسايل ميثيونين بعد ما فقد الميثيل انتو اس ادينوسايل هوموسيستين، وساعتها يبقى محتاج يرجع تاني انتو ميثيونين. هيرجع تاني ميثيونين ازاي؟ بان انا اشيل من عليه الادينوسين وارجع الاس ادينوسايل هوموسيستين انتو هوموسيستين بس، والهوموسيستين يقابل الكوبالامين ياخد منه ميثيل جروب او ميثايل جروب ويتحول تاني للميثيونين، وهكذا بحيث ان السايكل تلف. علشان كده انا اقدر اقول ان وظيفه الفيتامين بي 2 انه بيعمل ري ميثيليشن اوف ذا هوموسيستين انتو ميثيونين. دي اللي علينا نحفظها بس مش اكتر من كده. الخطوه دي بقى بيحتاجها الجسم في ايه؟ في حاجات تانيه كتير. ثانيا ممكن يعمل ايسوميريزيشنز اوف ميثيل مايلونايل كو اي تو ساكسنايل كو اي. لو حبينا نشوف ان شاء الله السنه الجايه في تشابتر كبير خالص اسمه فاتي اسيدز، هتقابلنا فاتي اسيدز ليها رقم زوجي وفاتي اسيدز ليها رقم فردي. فالفاتي اسيدز بقى نوعين، اود تشين فاتي اسيدز عدد الكربون فيها اود نمبر، والتاني ايفن نمبر فاتي اسيدز. فانا بقول ان الاود تشين فاتي اسيد الاود مش الايفن، اود تشين فاتي اسيدز مع بعض الامينو اسيدز الميتابوليزم بتاعهم بينشا منه ماده اسمها بروبينيل كو اي. البروبينيل كو اي بيتحول لميثيل مالونيل كو اي، ميثايل مالونيل كو اي باستخدام فيتامين بي 12 بيتحول لساكسنايل كو اي. اللي عايزه تتاكد هتكتشف ان الساكسنايل كو اي كستراكشر هو هو الميثايل مالونيل كو اي، بس موركيول كان تحته هيطلع فوق او كان فوق هيجي تحت، عمل انتراموليكولار ري ارينجمنت اللي احنا سميناها قبل كده زمان ايسومر، يعني شبيه. يعني الساكسنايل كو اي هو هو الميثايل مالونيل كو اي بس في مركبات اتشالت واتحطت حاجات مكانها، فيحصل ايزومريزيشنز اوف ميثايل مالونيل كو اي تو ساكسنايل كو اي.
نخلي بالنا بقى من حاجه، ان انا لما استخدمت الفيتامين بي 12 حول التترا هيدرو الميثيل تترا هيدروفوليت انتو تترا هيدروفوليت، فكمل السيركل بتاعته، فساعتها الفوليك اسيد بدل ما كان ان اكتيفيتد لان كان عليه ميثايل خلاص حطها في مكان، فرجع تاني فوليك اسيد تترا هيدروفوليت تاني اللي هو الاكتيف فورم، فالترس دار يعني المكنه بدات تلف، وده معناه ان الفيتامين بي 12 بشكل ما او باخر عنده القدره انه ياثر على الفانكشن بتاعت الفوليك اسيد. وهو كانت الفانكشن بتاعت الفوليك اسيد ايه؟ انه يصنع الدي تي ام بي. علشان كده اقدر اقول سينثيسيس اوف ثيامين مونوفوسفيت باي فوليت از بيعتمد على الفيتامين بي 12 بس بشكل غير مباشر، اندايركتلي فيتامين بي 12 ديبندنت. ثانيا قلت ان انا لما بصنع بالميثيونين اس ادينوسايل ميثيونين ده كان ميثيل دونر، اذا الميثيل دونر ده لما كانت بتتحط على حاجه مسؤوله عن سينثيسيس اوف مايلين شيز، يبقى اقدر اقول ان صناعه المايلين شيز دي بتعتمد برضو بشكل غير مباشر على الفيتامين بي 12. في الكتاب عندك هتلاقيه كاتب الاربعه كل واحده فيهم لوحده، هتكتبيهم في الامتحان كل واحده فيهم لوحده، لكن وانت بتحفظيهم استسهالا هتفتكر ان هو ده الباثوي الكومن باثوي بتاعنا اللي هو ريميثيليشن اوف هوموسيستين تو ميثيلين، وده اللي كان دوره يعمل حاجتين، يظبط الفوليك اسيد من فوق ومن تحت يشتغل از ميثيل دونر بانه يعمل اكتيفيشن للاس ادينوسايل ميثيلين. فيتامين بي 12 لما بينقص في جسم الانسان بينقص ليه؟ زي ما قلت من شويه ممكن تكون باثولوجي في الاستومك، بيكون في انفلاميشن في الاستومك، انفلاميشن يعني جاسترايتس، انفلاميشن يعني ايتس، وانفلاميشن في الاستومك يعني جاسترايتس، وانفلاميشن في البنكرياس بنكرياتيتس. فاذا انا عندي نوع من انواع الالتهابات بتيجي في المعده يسميها اتروفيك جاسترايتس، التهاب كده بيجي في المعده يحصل اتروفي في الول بتاع الميوكوزا، بدل ما كانت الميوكوزا كده فولدت زي ما قالوا لكم في الاناتومي، هتبص تلاقي الميوكوزا بقت فلات خالص. الاتروفيك جاسترايتس ده بيبقى معاه ديفيشن، ده هنا الصوره بالمنظار بالكم كده اشوفكم دكاتره كبار، اما بدخل انا بقى بالمنظار هشوف الدنيا فلات خالص، ده معناه ان السيلز بتبقى مش بتؤدي الوظيفه بتاعتها كويس. شكرا بقى بيبسين والسلامه اتش سي ال والجو ده، فبيبقى الابسوربشن اوف فيتامين بي 12 من البروتينز اللي موجوده حواليه ضعيف، البيبسين بيبقى ضعيف اساسا البرايتال سيلز نوعا ما بتبقى افكتد. كمان لو قلت من شويه واحد نباتي يبقى عرضه اكتر للاصابه بفيتامين بي 12 ديفيشنسي. اي سيرجري في جي اي تي في اي مكان نوعا ما تاثر، بس في اماكن تاثر عن اماكن. لو شلت الواحد الاستومك يبقى انت شلت له البرايتال سيلز، يبقى انت شلت له الانترنسيك فاكتور، صفر فيتامين بي 12 لو شلت الاستومك كلها. لو نزلت خطوه لتحت وشلت الواحد البنكرياس فما فيش تريبسن، فهيبقى افكتد بس مش قوي. لكن اللي افكتد قوي 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 البيشنت اللي بيبقى عنده مشاكل في الايليوم، اللي عنده مشاكل في الحته اللي فيها الريسبتور اللي قلت عليه من شويه، لما بيبوظ الريسبتور خلاص ما فيش حاجه تتعرف على الكوبالامين توجذر مع الانترنسيك فاكتور، مش هيعرف يدخل، هو ملوش بوابه غير الريسبتور ده. عشان كده لما يبقى فيه سيرجري في الجي اي تي خاصه في الاستومك او في الايليوم هتبوظ الدنيا. ادي المنظر دي بنسميها سيرجري اوف جي اي تي اللي هي الويت لوس سيرجري، لما الواحد عايز يخس فبنشيل له حته من الاستومك. انت هنا شلت جزء كبير جدا من الاستومك، فشلت جزء كبير جدا جدا من البرايتال سيلز، وبالتالي قللت الانترنسيك فاكتور جدا. كمان كرونز ديزيز ده عباره عن انفلاميشن، اكتشف واحد اسمه كرون يعني التهاب بيجي في الاليوم تحديدا في الاليوم، والالتهاب بيعمل ديستراكشن في الخلايا، بيدمر الخلايا وبالتالي يبوظ الريسبتور، وبالتالي الابسوربشن اوف فيتامين بي 12 بيبقى افكت. كرونز ديزيز مشهور نوعا ما، وارد يعني، دي المنظر بتاعه، ادي زي ما احنا شايفين كده التهاب حتت بتبقى ورمه، ده الول بتاع السمول انتستين من جوه. بعض الامراض المناعيه بيظهر فيها انتي بوديز، اجسام مضاده بتكسر البارايتال سيلز، او ساعات بتكسر الانترنسيك فاكتور، يسميها انتي انترنسيك فاكتور انتي بودي، او ساعات يسميها انتي بارايتال سيل انتي بودي. اذا في بعض اميون ديس اوردر هتؤدي الى ديفيشنسي اوف فيتامين بي 2. لو واحد متعود ياخد انتاسيد كتير اللي هي زي جافيس كون والحاجات دي، مضادات الحموضه بتقلل الافراز بتاع الاتش سي ال، وبالتالي بتقلل الابسوربشن اوف فيتامين بي 12، وانا محتاج الاتش سي ال عشان اعمل اكتيفيشن للبيبسين. لما بينقص فيتامين بي 12 بيعمل برينيشيس انيميا، which is عباره عن ميجالوبلاستيك انيميا معاها نيورو سايكياتريك سيمتومز، امراض نفسيه عصبيه. يعني ايه برينيشيس انيميا؟ يعني ميجالوبلاستيك انيميا معاها اعراض نفسيه، معاها حاجات جايه في النيرفس سيستم. طب يعني ايه ميجالوبلاستيك انيميا؟ قلت من شويه يعني خلايا بتبقى اما تيور وبالتالي حجمها بيبقى كبير، فنبص عليها تحت الميكروسكوب اللي هي خليتين كده او ثلاثه كده. يبقى البرينيشيس انيميا يعني ميجالوبلاستيك انيميا ومعاها نيورو سايكياتريك سيمتومز. تاني يعني ايه برينيشيس انيميا؟ يعني جيروبلاستيك انيميا معاها نيورو سايكياتريك سيمتومز، وده معناه ان ديفيشنسي اوف فوليك اسيد يعمل ميجالوبلاستيك انيميا، ديفيشنسي اوف فيتامين بي 12 يعمل ميجالوبلاستيك انيميا ومعاها نيورو سايكياتريك سيمتومز.
دكتور سعيد كاتب سب اكيوت كومباين ديجنريشن، احفظها كده لحد ما توصل لها في الفسيولوجي السنه الجايه، لان طبعا هو عباره عن مرض في العمود الفقري بيبقى بالمنظر ده كده، بيؤدي الى ايه؟ انفلاميشن بسبب الافكت بتاعه على المايلين شيث اللي قلت عليه من شويه، التهاب، تبدا بعض انواع من التراكت اللي موجوده جوه النيرفس سيستم تتاثر. طبعا يؤدي الى التهاب في الاعصاب الطرفيه، والتهاب في اللسان يسميه جلوسايتس، والتهاب في الاستومك، والتهاب في الانجل اوف ذا ماوس يسميها استوماتيتس. لو واحد عنده deficiency of vitamin B12 اعرف منين؟ هو اساسا الفيتامين بي 12 كان دوره ايه؟ دوره زي ما قلت من شويه يحول الميثايل مالونيل كو انتو ساكسنيل كو، ودوره كمان كان يحول التترا هيدروفوليت الميثايل تترا انتو تترا هيدروفوليت، وكان مفروض ان هو اللي مسؤول عن تخليص الجسم من الهوموسيستين بانه يحوله لميثيونين. وده معناه ان الفيتامين بي 12 لو حصل مشكله ونقص الميثايل مالونيل كو يبقى اكيوميليتد لانه مفيش حاجه بتحوله لساكسنيل كو، وان الهوموسيستين يبقى اكيوميليتد لانه مفيش حاجه بتحوله للميثيونين، وكمان الفيجلو تيست ساعات يبقى بوزيتيف علشان التترا هيدروفوليت افكتد. ديفيشنسي از وارد لو واحد حصل له ديفيشنسي اوف فيتامين بي 12 النهارده، الستور هيكفيه سنه او سنتين على ما تبدا الاعراض تظهر عليه، سواء كانت نيورو سايكياتريك سيمتومز او الميجالوبلاستيك انيميا. ميجالوبلاستيك انيميا لازم نعالجها باي فيتامين بي 12 اند فيتامين بي 9، لان ممكن عيان يجي لك بميجالوبلاستيك انيميا وانت ما تبقاش عارف هي بسبب نقص فيتامين بي 12 ولا نقص فوليك اسيد. لو اديته فوليك اسيد وكانت المشكله فيتامين بي 12 هيتحسن شويه كانيميا، لكن مشاكل النيرفس سيستم irreversible، هتبدأ تظهر عليه مشاكل النيرفس سيستم أسوأ وأسوأ، وكل ما حالته تسوء خلاص الحاجة اللي بتروح في النيرفس سيستم ما بترجعش. عشان كده فعلى مستوى العالم كل الجايد لاين بيتكلم إن ميجالوبلاستيك أنيميا بتعالجها باي فيتامين بي 9 وفيتامين بي 12 توجذر مع بعض. وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.